اللغة، لغة هذا الدرس درس في اللغة والمصطلحية والترجمة، هو درس باللغة العربية، ويدرس معي هذه المادة الأستاذ محمد أنيس مورو، وسأعرض على أنظاركم هذا الدرس، وهو درس يعني فيه تقديم وتمهيد للترجمة وأركان الترجمة، وخاصة المصطلح، تقديم للمصطلح. عنوانه Language and Terminology، واللغة والمصطلحية. نبدأ فيه مع اللغة ونشأة اللغة، كيف نشأت اللغة أولا واللغات ثانيا، والقصص وراء نشأة اللغة واللغات، لغات الإنسان. في هذه المحاضرة وهذه الليلة سنأخذكم في رحلة من النشأة إلى التنوع، تنوع اللغات. كما قلت، المحاضرة ستكون باللغة العربية، والمحاضرة ستمتد على فترة زمنية لساعة أو نصف الساعة أو ساعة وربع عفوا، وسأقدم الموضوع في نصف ساعة أو 45 دقيقة، ثم سنفتح باب النقاش والحوار. أتلقى فيها في هذه الفترة، فترة النقاش، أسئلتكم حول ما ذكرت وما شرحت. هذه المسألة الأولى. إذن نبدأ مباشرة مع اللغة، اللغة والترجمة، وكيف نشأت اللغة. هناك نظريتان في الحقيقة لنشأة اللغة. هناك من يقول بالنظرة التوقيفية، وهناك من يقول بالنظرة الاصطلاحية لنشأة اللغة. بمعنى، في الثقافة العربية الإسلامية يستند إلى قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أي أن الله علم آدم الأسماء كلها، وقال ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. ما معنى هذا القول؟ هذه النظرة التوقيفية تقول إن الله أعطى اللغة للإنسان، ومن نظرته نظرة توقيفية يقول إن الإنسان لا يحق له المساس باللغة، لأنها هبة من الله إلى الإنسان، أي أن الله أجرى على الناس في ألسنتهم اللغة وأعطاهم المصطلح، الاسم بمعنى المصطلح هنا، أي أن الله أعطى لآدم، قال له هذه الشجرة مثلا اسمها شجرة، وقال أعطاه الاسم، أي العلم وراء الشجرة، بمعنى هذه الشجرة، شجرة التوت مثلا، تغرس في وقت كذا وتجنى في وقت كذا، والغراسة فيها علم، وبالتالي فالاسم هو حامل لعلمه. بهذا المعنى الاسم هو في نهاية المطاف مصطلح، يأتي المصطلح والعلم وراء ذلك. شجرة التوت أنا أخذتها على سبيل المثال، ويمكن أن تكون شجرة أخرى، أو يكون الاسم يقصد به علم آخر في الحراثة، في الغراسة، وإلى ما هنالك. فهذا هو الاسم. إذن الله أعطى لآدم الأسماء، هذه النظرة التوقيفية. ومن يعتقد بهذا ومن يذهب هذا المذهب هم أحيانا الصفويون، أي الذين يؤمنون بالقاعدة، بالقواعد اللغوية التي لا ينبغي أن نحيد عليها أو عنها. ثم في الثقافات الأخرى، منها الثقافات العلمانية، الثقافة الإنجليزية مثلا، يقولون أن من يعطي اللغة
هم النبلاء والطبقة الأرستقراطية، أي أنهم ينشئون المصطلحات، وعلى الطبقة الكادحة العاملة أن تأخذ هذه المصطلحات من الطبقة النبيلة. أي إن الطبقات أو الطبقتين على الأقل الوسطى والفقيرة لا يحق لهما أن يتصرف في اللغة أو أن ينشئ المصطلحات بهواهم، وإنما كأن اللغة هي حكر في توليدها، توليد مصطلحاتها على النبلاء. فهذه هي النظرة التوقيفية. الآن النظرة الأخرى أو المقاربة الأخرى للغة هي مقاربة اصطلاحية. ما معنى مقاربة اصطلاحية؟ مقاربة اصطلاحية أي أن ما جرى على ألسن الناس كلاما يصبح القاعدة، أي ما شاع هو القاعدة، ولا ينبغي أن نسلط الكلام أو القاعدة من خارج الشيوع والاصطلاح، أي وخارج ما يسمى بالمواضعة والتواضع. أي ما تواضع عليه الناس، تواضع مش بمعنى مودستي، وإنما كل ما شاع بين الناس كلاما حتى وإن كان خطأ. مثال على ذلك أن الناس شاع بينهم تلك الوسيلة التي يفتح بها الباب تسمى مفتاح. في السابق كانت هذه الوسيلة لا تستخدم إلا للفتح فسميت مفتاحا. أما الآن فالمفتاح هو الذي يفتح الباب وهو الذي يغلقه أيضا، ولكن أبقي على الاسم المفتاح ولم يسمى المغلاق، أو لم تضف السيمة الأخرى المغلاق. وهذا ما يحملنا إلى مسألة عدم المطابقة بين الدال والمدلول، وأن العلاقة بين الدال والمدلول هي علاقة اعتباطية بالأساس. ما معنى ذلك؟ معنى أن من يضع اللغة والمصطلح لا يهمه في المطابقة الكلية، وإنما اللغة تبنى بالاعتباط وبالتواضع. المسألة، مسألة اللغة ومسألة المصطلح، بعد هذين، أن هذه هي الفقرة الأولى التي أردت أن أحدثكم عنها، وهي مسألة نشأة اللغة بحسب النظرة. هناك نظرتان أساسيتان، وهما النظرة التوقيفية كما قلت، والنظرة الاصطلاحية. الاصطلاحية أي بالتواضع والمواضعة بين الناس، ما تواضع عليه الناس فهو الأصل. وهذا ما يحملنا أيضا، وهذا ما جاء به دو سوسيور أيضا في كتابه، هو ليس من كتب الكتاب وإنما طلب الذين درسوا عندهم، الذين جمعوا هذه الدروس كور دو لينغويستيك جينيرال، أو دروس في الألسنية العامة، ترجم هذا الكتاب صالح الجرمادي، وصديق لنا هو مترجم أيضا أستاذ محمد العجينة، ويعني هو تلميذ للأستاذ صالح الجرمادي بدروس في الألسنية العامة. ما معنى ذلك؟ قال أيضا دو سوسيور إن النظرة التوقيفية هي نظرة يعني فيها سن للقوانين دون مراعاة الوصف، أما النظرة الاصطلاحية فهي نظرة وصفية descriptive، أي أنها تصف الموجود وتستخرج القاعدة منه. أما النظرة التوقيفية فهي هي تسليط القاعدة على ما هو موجود، أي أن تقل كذا ولا تقل. تلك هي النظرة التوقيفية الصفوية أساسا. الآن بداية اللغة، وأريد أن أقرأ على مسامعكم نظرتي للغة. نظرتي للغة، وسأعرض ذلك على الشاشة، ما كتبته في اللغة ونظرتي للغة. الآن مثل ما حدثتكم في المحاضرة السابقة، إن الترجمة كالمعبد يدخله الناس من كل حدب وصوب ومن كل نبعة كانت. فهذا هو معبد الترجمة. قلت فيما قلت
أخشى أن يبلبل كلماتي البسيطة ترجمة زهر اللوز الشارد بستائره البيضاء الهابطة من السماء كملاك بعث لرجم شيطان مارد وبضبابيته الصاعدة إليها كدخان أوقدت ناره لإفزاع طير غادر وأخشى أن يتبعثر صوتي مع غناء بلبل هادر فيطير في سماء الفكر فنا بقدرة قادر لتمسي معانيه لاجئة في مخيمات السهو الغابر لتمسي معانيه لاجئة في مخيمات السهو الغابر وملاعب اللهو النادر وبيوت الغيم العابر فتعود كما كانت ذكرى لوطن لا حدود له أنجب ذريته من تلك البشرى الراحلة اللاجئة التي زفت في معبد الترجمة إلى تلك النفس الخاشعة الهائمة. هذه نظرتي إلى اللغة، فيها من الفن نظرة أن اللغة هي شكل من أشكال الفن أيضا، شكل من أشكال العلمي، وشكل من أشكال المصطلحي، وشكل من أشكال التواصل، وشكل من أشكال الحاجة الإنسانية البشرية إليها أنما كان الإنسان وأينما لجأ. لكن نشأة اللغة، أحدثكم عن قصة في هذه المسامرة الليلية، قصة نشأة اللغة. اللغة نشأت، وهنا أستحضر من المصادر التاريخية والأنثروبولوجية أي في علم الإنسان، والألسنية linguistic، واللاهوتية أيضا، وخاصة من الكتب السماوية الثلاث أي القرآن والإنجيل والتوراة، لأن هذه الكتب قد حدثت البشر عن قصص في نشأة الإنسان ونشأة الدين ونشأة اللغة. والإنسان لا يمكن أن يعبد ربه مهما كان هذا الرب إلا باللغة، فالصلوات لا تقام إلا باللغة، وبالتالي لا يمكن أن نقصي هذا المصدر من مصادر المعرفة وهو الدين. أبدأ من أهم أمهات الكتب في الترجمة كتاب عنوانه After Babel أي ما بعد بابل. بابل هي مدينة كما تعرفون في بلاد الرافدين العراق اليوم، وكانت تمتد رقعتها الجغرافية على ما يسمى بالعراق الآن، وأجزاء من إيران، وأجزاء من تركيا، وأجزاء من سوريا أيضا. فبلاد ما بين الرافدين كانت النشأة الأولى للترجمة، ولذلك سلطت بعض القوى جام غضبها على العراق لهذه الأسباب وغيرها من الأسباب الأخرى، لأن العراق هو المنشأ لكثير من الأشياء إن لم يكن لكل شيء، فهو الجذور الأولى للأشياء بما في ذلك التعدد اللغات. ما القصة؟ قصة الطوفان، وما علاقة الطوفان باللغة، وما علاقة الطوفان بالترجمة، وما علاقة الطوفان أو قصة الطوفان بتعدد اللغات وبلبلة الألسنة، ولماذا سميت بابل في المقام الأول، وما قصة فروع تعدد اللغات وخاصة الفرعين في اللغات السامية، ومن أين جاءت اللغات السامية ومن أين انحدرت، وما قصة العائلات اللغوية، وكيف انقسم العالم إلى عائلات وأسر لغوية. أولا أفرق بين العائلة والأسرة. العائلة هي العائلة الكبرى، أما الأسرة
حتى في اللغة أقول العائلة مثلا، أنا من عائلة الصالح مثلا، أي كل ما ينتمي إلى هذه العائلة أو يحمل لقب صالح فهو من العائلة. أما الأسرة فالأسرة هي المتركبة من أب وأم وأبناء فقط، وإذا ما كانت هناك بنت تزوجت من تلك العائلة فهي تخرج عن تلك الأسرة، أي لا تبقى وتشكل أسرة جديدة، والابن أيضا. فهذا الفرق الأساسي بين العائلات، بين العائلة والأسرة في مفهومهما. والأمر ينطبق على اللغات أيضا، فاللغات تنشأ وتترعرع مثل الإنسان ومثل البشر ومثل المجتمع الإنساني، وتتشكل في شكل عائلات لغوية وأسر لغوية. قصة الطوفان تعرفونها من أقريبا، الأديان الثلاث تحدثت عن نفس الأشياء، وسأحدثكم عن القواسم المشتركة التي جاءت بها الكتب السماوية الثلاث. قصة الطوفان، نوح أنزل إلى قوم، وأغلب الظن أنه في الحجاز في ما يسمى بالمملكة العربية السعودية الآن، حجاز، حيث توجد مكة والمدينة وجدة. فجاء الطوفان وكان لنوح 4 أبناء، يفث وسام وحام ويام. يام هذا سمي يام من اليم، واليم هو الطوفان أو الماء، والعرب قلبوا ذلك، أما في اللغة العبرانية العبرية فهو يم، ما زال إلى حد الآن يم. وأذكر أنني مرة ذهبت إلى في رحلة إلى أعتقد تشيكيا، جمهورية التشيك، وفي براغ بالتحديد، وكان هناك محل تجاري كبير، وفي طابقه أو دوره الرابع والخامس هناك عرض لبعض المنتجات للتزيين، cosmetic products. وسألت ورأيت بعض الرمل وفيه ماء في قوارير وقنينات صغيرة، فسألت العارضة، قلت لها ما هذا؟ قالت لي هذا نسميه يم. قلت لها هل أنت يهودية؟ فانزعجت، لأنني عرفت أن يم هي عكس العرب يقولون مي، وعكسها يم، واليم هو الماء، والماء هو الطوفان، جاء من ذلك العهد، هذا جذر كلمة ماء، والماء هو عكس يم أيضا، لأن هناك جذر واوي وجذر يائي، وأحيانا يتقاربان، يعني يشتبهان في نفس الأصل، الواوي واليائي من نفس الكلمة. هناك من يشتق منه اشتقاقا واويا، وهناك من يشتق منه اشتقاقا يائيا. فاليم هو الماء. يام هذا أغرق في الطوفان وقال سأذهب إلى جبل يعصمني، قال لا عاصم بعد اليوم. ثم بقى لنوح 3 أبناء، يفث، ويقال أنه انحدر منه الجنس الأصفر، وسام، وانحدر منه الجنس السامي. الجنس السامي هم العرب والساميون الآخرون بما في ذلك الآشوريون والسريان والأراميون والعبرانيون. العبرانيون يتحدر منهم اليهود، فلذلك العرب واليهود هم أبناء عمومة في اللغة أيضا. وبالتالي ترون أن القرابة الشديدة بين اللغتين العبرية، وهي التي أحيت، تم إحياؤها بعد موت من قبل ما يسمى بالإسرائيل الآن، أحيت وأخذت من جذورها الأولى العبرانية التي ما زالت حية في الطقوس الدينية اليهودية وحتى المسيحية، ما زالت لغة علم ودين. مثلا الجذر الأول كان مثلا سين وشين، سين وشين كان حرفا واحدا، free variation.
فعندما جاءت العبرية وجاءت العربية كل لغة أخذت حرفا. العربية في بداية الكلمة أخذت سين، والعبرية أخذت الشين. بمعنى عندما أقول مثلا peace فهو بالعربية سلام، ونسمي سالم ومسالم إلى آخره. العبرية شالوم من نفس الجذر أساسا، فقط الفاول يتغير من شالوم إلى سلام. وقص على ذلك. إذن هذه السام، هذا هو سام الذي انحدرت منه، وابن سام يعني هناك الكثير من عنده أبناء أيضا، من أبنائه أرام، وأرام جاءت منه الأرامية. أرام مثلا، أرام هو وأراب نفس الشيء، وسأضع ذلك على الشاشة الآن. هذا هو الآن، أرام، أرب وأرب. الآ هذه هي يعني حرف تعريف مثل الألف واللام عند العربية الآن، فنحذف الألف واللام أي الآ هنا، والميم والباء كان حرفا واحدا في اللغة السامية الأولى. فأرب هو أرم، يعني الرب والرم هما واحد، والرب هو السيد، لو سينيور، ذا لورد، ذا لورد بمعنى. ودليلنا على ذلك انهما كانا حرفا واحدا، ان في القران مكه بالميم وردت ايضا بصيغه اخرى بحرف اخر هو نفس الحرف الباء ببكه، هو الذي اول مكان للعباده هو الذي ببكه، أي الباء والماء كان حرفا واحدا في اللغة السامية الأولى. الآن أعود إلى مسألة نشأة اللغة ونشأة اللغات. إذن حطت سفينة نوح، كان القوم في وقتئذ لا يتحدثون إلا لغة واحدة، يعني لم يكن هناك بشر غير أولئك الذين كانوا مع نوح على السفينة. ثم عندما حطت السفينة على جبل الجودي، ويقال إنه جبل بين تركيا الآن وأرمينيا، وهو جبل أرارات، وفيه إلى حد الآن، ذهبت إلى تلك المنطقة وفيه أثر مسطح جدا في الجبل، يقال إنها أنه المكان الذي رست فيه سفينة نوح وبعث ب الغراب الذي لم يأتيه بالخبر اليقين عن المكان، إذا كان هناك الأرض ابتلعت ماءها ليعيد الزراعة، ولكن بعد ذلك أرسل زوجي الحمام دوف الأبيض، الحمام الأبيض دوف، فأتياه بغصني زيتون، فعرف إن هناك أرضا يعني قد ابتلعت ماءها ويمكن زراعتها وفلحها، ولأن الزاد عندهم قد نفد أو بدأ بالنفاد. الآن وبالتالي أصبح الحمام حامل الزيتون، غصن الزيتون رمز السلام، أي رمز البر الأمان كما يقال في هذا الباب. الآن جاء وحطت السفينة. إذن بعدما رست السفينة وبدأ الناس بعد الطوفان يفلحون الأرض فأزهرت وأينعت للطوفان والماء، ولأنه كان النشاط الاقتصادي الوحيد في ذلك الوقت هو الزراعة أو الفلاحة، فعتوا عتوا كبيرا وخرجوا عن نوح وعن سام ابن نوح، وقالوا لنبني لنا صرحا يوصلنا بالله بالسماء، واستخدموا نعمة الكلام والتحدث بلغة واحدة، وأصبحوا يهمسون في أذان بعضهم البعض حتى لا يستمع المؤمنون بنوح ونوح ما يدبرونه مكيدة.
بلبل الله ألسنتهم، أي بالهمس، عندما تتحدث بالهمس أي أنك تجعل كل الأصوات sounds I mean أصوات همسية غير يعني غير صائطة voiceless يعني باللغة الإنجليزية، يعني الب تنطقها ب ب ب ب ف ف ف ف فهكذا حتى لا يستمع الآخر إلى درجة الأوتار الصوتية. فبلبل الله ألسنتهم وتغيروا وفصل بين المؤمنين وغير المؤمنين بهذه باللغة، أي ميز، فأصبح من همس أصبحت تلك لغته. ومن هنا بدأنا نتحدث عن الترجمة، أي في ظل وجود أكثر من لغة، تعدد اللغات من بابل، لأنهم أيضا أرادوا أن يبنوا هؤلاء أن يبنوا صرحا يوصلهم بالسماء، وهذا الصرح هو برج بابل. برج بابل، وبرج بابل، بابل حتى في اللغة السريانية القديمة أو البابلية عفوا بمعنى بابل، أي إل هو الله، إيل إلي إلهي، يعني باب هو باب، باب الله يعني كأنه باب الله. وبالتالي دائما توارثنا هذه النظرة وهذه العقلية، حتى في عندما تذهب إلى صوب الجنوب ترى كل المنازل العربية القديمة توجه صوب القبلة، أي صوب الله الكعبة، ويكون لون الأبواب مثل سيدي بوسعيد والشبابيك لون الأزرق، لأنها كأنها باب الله بالأزرق، أن هي توصلنا إلى الله. وبالتالي حتى في ثقافتنا التونسية لا نحب من يقف عند الباب أو لدى الباب، نسميه حتى في يعني تطيرا في ثقافتنا عتبة، يعني هذاك عتبة يعترض طريقك أمام الله، أمام طريق الله وباب الله. فبدأنا نتحدث عن أكثر من لغة. إذن بعد ذلك جاء من نسله إبراهيم، وإبراهيم تعرفون قصة النار والحرق والتي كانت عليه بردا وسلاما، ثم بدأ يذهب، أمره الله أن يذهب إلى فلسطين، أي من العراق، من منطقة في شمال العراق في جنوب تركيا اسمها حران، قاصدا المغرب الغرب أي فلسطين. وفي رحلته لم يكن لديهم دواب تحملهم، فكانوا يمشون على الأقدام، فكانوا يمشون على الأقدام، وبالتالي الرحلة امتدت ولم يكن لديهم حتى زاد، كانوا ذاهبين هربا من بطش نمرود، بطش النمرود تحت جنح الظلام كما يقال، وكانوا يقفون عند كل قرية، إما يزرعون إذا وصلوها خريفا يزرعون معهم وينتظرون إلى الحصاد، أي في آخر الربيع بداية الصيف ويمكثون معهم، وإن وصلوها ربيعا يعني رحلتهم أو المشي، إما الوصول دائما إنما يكون في الخريف بداية العام والحول، يعني وهناك فرق ما بين العام والسنة والحول، ويمكن نتحدث عن ذلك في المستقبل، والحجة وغير ذلك، والسنة والعام يبدأون من الخريف، يصيرون إما خريفا أو بداية الصيف في الحصاد. عندما يصيرون في الحصاد يبدأون في الحصاد معهم ويأخذون العشر، ويسمونهم حتى التوى عن احنا في تونس العشارة. أما من يحرث وينتظر حتى يجني فيأخذ الخمس، وبالتالي يسموهم الخماسة، وهذا تقليد عبراني قديم تورثناه حتى في ثقافتنا الحالية، وتحدث عن ذلك ابن خلدون في مقدمته. الآن ما يهمنا في ذلك هو أن هذا المكوث في تلك القرى التي كانت لغاتها قريبة من اللغة البابلية الأولى،
أصبح إبراهيم وجماعته يعطون بعض الكلام ويأخذون كلاما. ما إن وصلوا إلى فلسطين حتى تغيرت اللغة التي انطلقوا منها، اللغة البابلية الأولى، جذريا وأصبحت لغة أخرى مختلفة، فأصبحنا نتحدث عن لغة جديدة ولدت من رحم اللغة البابلية وهي اللغة العبرانية. العبرانية سميت لعبور نهر الفرات، لعبور نهر الفرات. فمنذ عبور هؤلاء هذه الجماعة إلى نهر الفرات بدأت اللغة تتغير، فعبر عبرية وعبرانية من العبور. وهذا أيضا تشابه بين اللغة العربية واللغة البابلية واللغة العبرانية، من نفس الجذر عبر واستوطنوا. إذن ثم انقسمت اللغات إلى عائلات لغوية. في العلم الحديث الآن هناك عائلات لغوية رئيسية. من أكبر عائلة لغوية هي عائلة اللغات الهندو أوروبية، وهي التي تشمل كل اللغات في شبه الجزيرة الهندية، وهي 800 لغة رسمية منها الكوجراتي والهندي والبنغالي وإلى ما هنالك. ثم انطلاقا إلى اللغة الأردية التي يستخدمها أهل الباكستان، لغة الباشتو التي يستخدمها الباشتون في أفغانستان، اللغة الفارسية، ثم اللغة الكردية، ليس اللغة التركية لأنها تنتمي إلى عائلة لغوية أخرى، اللغة الإغريقية تنتمي إلى عائلة لغوية أخرى، ثم ثلاث أسر في البداية وأصبحت عائلات أو شبه عائلات أو عائلات فرعية في القارة الأوروبية. العائلة السلافية أو العائلة الفرعية السلافية، والعائلة الفرعية الرومانية، والعائلة الفرعية الجرمانية. العائلة السلافية فيها اللغات مثل اللغات الروسية، البلغارية، البولونية، الأوكرانية وإلى ما هنالك. اللغات الرومانية هي اللغات اللاتينية التي نعرفها، اللغة الإيطالية، اللغة الفرنسية، واللغة الإسبانية، واللغة البرتغالية، واللغة الرومانية التي تنطق في رومانيا، واللغة الرومانشية التي تنطق في جنوب سويسرا. لغة الباسك، هذه الباسك بين إسبانيا وبين فرنسا، هذه إلى حد الآن احتار العلماء إلى أي لغة، إلى أي عائلة تنتمي. هناك قرابة، واللغة اللغات الجرمانية هي لغات من أصل ألماني من بافاريا، بما في ذلك اللغة الإنجليزية، مع أن اللغة الإنجليزية أكثر اللغات تأثرا باللغة اللاتينية، بداية من زيارة القيصر يوليوس سيزر وبانتهاء بالاستعمار النورماندي ويليام ذا فيرست عام 1066، وهو نورماندي أي من نورماندي، من منطقة مقاطعة نورماندية في فرنسا. فتأثرت اللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية وهي جذورها لاتينية، وباللغة اللاتينية الأولى في بعد زيارة يوليوس قيصر. من اللغات هذه الأخرى أيضا اللغات الدنماركية، الهولندية، السويدية، النرويجية، هذه كلها لغات تنتمي إلى العائلة اللغات الجرمانية. أما اللغة الفنلندية واللغة الهنغارية واللغة اليونانية، فهذه اللغات الثلاث واحتار العلماء في أي جامع بينها فهي تنتمي إلى نفس العائلة اللغوية. ثم العائلة الأخرى هي عائلة اللغات السامية، ونجد فيها العربية، العبرية، السريانية، الأرامية التي تحدث بها السيد المسيح. مثلا السيد المسيح في الإنجيل مكتوب عندما يقال أنه صلب، ولكن ما صلبوه وما قتلوه، ولكن شبه لهم، عندما خرجت روحه في الأحد الأول من شهر أبريل أو أفريل، فيقال أنه في الإنجيل صرخ صرخة عظيمة وقال إلي إلي لما شبقتني. عندما نفسر هذه فنجدها قريبة جدا من اللغة العربية، إلي أي إلهي، إلي كما إلي اسم إلي سي إلهي، يعني كما إلي شويري، وإلي بالفرنسية بمعنى إلهي، وإيل كما إسرائيل هو عبد الله، إسر أي عبد أو الأسير، إيل هو الله، الإيل باللغة العبرية. ثم
هذه واقتربنا من نهاية المحاضرة قبل النقاش. هذه اللغات قريبة جدا من اللغة العربية. قال إلي إلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. شبقتني شين تقلبها إلى سين وتحذف القاء لأنها زائدة، سبتني. وبالتالي كلمة سبتني وسيبتني وسبتني موجودة في كل العاميات، وأقول العاميات بمعنى الدايلكتس لا أقول الدارجة. الدارجة هي الكلام الدارج، وليس لا نقول الدارجة نسبة إلى اللهجات، إما العاميات أو اللهجات in translation of dialects. فهذه هذه الكلمات هي كلمات في العاميات العربية موجودة كلها، شوف وسيبتني وسبتني، مع أنها ليس في المستوى الفصيح الآن في العربية الفصحى أقصد. أيضا اللغات أخرى هي الآشورية أيضا، والآشورية جاءت منها لغة تحولها آسورية، تنحي الألف واللام، هي أيضا تعريف تصبح سورية، وبالتالي في سوريا يسمون أنفسهم سورية ويسمون بلدهم سورية من آشورية. سوريا الكبرى تسمى الشام، وشام أقلب الشين إلى سين فتصبح سام، هي أرض سام يعني ابن نوح، فالذي يعني حيث استوطن سام بعد الطوفان. وحام انحدر منه الجنس الأسود، حام انحدر منه الجنس الأسود ابن نوح الآخر. إذن بدأت اللغات، وسأحدثكم في محاضرة أخرى وأضرب لكم مثالا عن مثال اختلقته في نشأة كلمة من الكلمات. الكلمة لما تنشأ تكون مصطلحا، ثم عندما يستسيغه الناس ويصبح دارجا بين الناس، هذا معنى دارج، فإنه يصبح من الكلام العام general vocabulary، ويمكن أن يأخذه بعض الناس لاحقا أو بعض أهل حرفة ليكون مصطلحا، أي أن المصطلح يولد من رحم اللغة وليس من خارجها. هذه الملاحظة الأولى، أعيد، أن المصطلح يولد من رحم اللغة، وإن المصطلح أشبهه بالصخر الذي يولد صخرا ثم يتفتت فيصبح ترابا سائغا يحرث أو يمشى عليه مشيا دون صعوبة ومشقة، فيصبح من الكلام العام، أي الذي يستطيع أن يسير عليه كل الناس، ثم يمكن لهذا التراب أن يتكلس من جديد بفعل عوامل فيصبح صخرا أصم من جديد ومصطلحا. أعطيكم مثال، كلمة الحساب في بداية كانت مصطلحا، الحساب يوم الحساب هو يوم فيه خاصيات الحساب، ثم جاء بعد ذلك لأن هناك من الملائكة من يحسب الحسنات والسيئات، ويوم الحساب يقدم الكتاب فيه حساب، أصبح نطبق ذلك أي أحسب لي، فأصبحت من الكلام العام كم الحساب إلى آخره، فأصبحت البل، هذا كلام العام. ثم جاء علم آخر وهو علم الأكونتابيليتي، فأصبح الحساب أخرج من التراب تكلس وأصبح بمعنى أكونتابيليتي أو أكاونتينج. هذا مثالي على ذلك، كيف يصبح الصخر ترابا والتراب صخرا، يعود إلى سيرته الأولى صخرا، الحساب ولد صخرا استساغه الناس أصبح في الكلام الدارج وكلام الناس جميعا، ثم اختاره بعض الناس ذلك تلك التسمية ليكون مصطلحا يدل على مفهوم خاص يستعصي على العوام، مش كل واحد ينجم يعمل الكونتابيليتي ولا الحساب متاع شركة من الشركات، وفيها حتى فروع في هذا العلم الكونتابيليتي، فما الجورنال وفما البيلون وفما البالانس وإلى ما هنالك، واللي قرأ الإيكونومي جيستيون يعرف شيء هذا. إذن أتوقف عند هذا الحد في هذه المحاضرة التي امتدت على 45 دقيقة تقريبا، أفتح باب الحوار وبرفع الأيادي الزرقاء
لأتلقى الأسئلة. تفضلوا لو سمحتم. أو اكتبوا الأسئلة على الدردشة أو النقاش في خانة النقاش discussion or chat box in the chat box. You can write the if you have internet problems. اوكي خليني اخذ انيس زقايا. اريد ان اطرح عليك سؤال. انيس ممكن تفتح الميكروفون؟ انيس ريما مسعودي Okay, ممكن أقرأ. What you talked about was very interesting, but I felt a little bit, it felt a little bit complicated. لا, ليس الأمر معقدا وإنما من السهل. هذه في نشأة اللغة وفي في تطورها وكيف نربط ذلك بالمصطلح وبالترجمة. وهذه معارف ضرورية لابد للترجمان أن يعرفها والمترجم يعني أقصد أن يعرفها. السؤال الآخر كيف يمكن أن يأتي الامتحان بالنسبة لهذه المادة؟ أسئلة نظرية ويمكن أن تطرح الأسئلة على الطلبة القدامى في كيفية طرح الأسئلة. يمكن أن عموم الأسئلة التي طرحت مثلا في السابق ما وجه الشبه بين المصطلح والكلام العام وبين الصخر والتراب؟ وجه الشبه مثلا هذه من الأسئلة. أو أسئلة أخرى ما معنى كلمة بابل؟ هناك تأويلان باب الله أو البلبلة جاءت من البلبلة مثلا. العائلات اللغوية قد نسأل عن العائلات اللغوية ما هي أكبر عائلة لغوية مثلا أو ما هي الكلمات. صرحنا سؤال السنة الماضية عن كلمة حساب. ما هي مختلف بخصوص كلمة حساب؟ أنيس زقايا يطرح السؤال بخصوص كلمة حساب. ما هي مختلف القراءات والمفاهيم؟ الحساب يمكن أن يكون الحساب بالمعنى الديني في مصطلح. الحساب تحدث عنه ابن خلدون أيضا. الحساب هو حساب الخراج مثلا. حساب الزكاة. الحساب بمعنى accountability يعني هو العد. وغير ذلك من هناك على الأقل أربعة مفاهيم يفيدها وتفيدها تسمية حساب. نعم هل هناك أسئلة أخرى؟ نور تفضلي. نور تفتح الميكروفون نسمع. حبيت نتأكد من معلومة. أنا حسب الدراسات ولا لك البحوث اللي عملتها حبيت نعرف من أول من تحدث باللغة العربية في العمتف من أول بداية ولا نشأة هذا العالم. ولقيت اللي سيدنا جبريل عليه السلام هو من أول من تحدث اللغة العربية على لسان سيدنا نوح. ثم تحدث بها نوح على لسان ابنه سام. وبذلك معناها جوز حبيت نتأكد من المعلومة هذه. اسكو انت عندك شي دراية بالموضوع هذا على من اول من تكلم باللغة العربية؟ حسب ما قيت هو سيدنا اوكي اول من تحدث. هناك الكثير من الزيف حتى عند بعض الأئمة.
وبعض منهم يرجم بالغيب، لكن لا يوجد إثبات علمي في ذلك. يقال إن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، ولكن بالعودة إلى التاريخ نجد إن هناك في العرب هم على ثلاثة أطوار. الطور الأول هو العرب العاربة الذين جاءوا قبل الطوفان، وهم كانوا يسكنون أرض اليمن وينتقلون انتقال الرحل في شعاب اليمني وفي الحجاز، ويصلون إلى الحجاز ويتجرون معهم. فأصل اللغة العربية هي أهل اليمن، ويقال إن أصل العربية في مثلا حتى في بعض الأحرف هي حرف القاف ليس حرف القاف. ولذلك إلى حد الآن ترون عندما يتحدث اليمني اللغة العربية الفصحى فهو يتحدث بالقاف وليس بالقاف، قال لي الرئيس وليس قال لي الرئيس مثلا. هذه العرب العاربة الذين أبيدوا. ثم جاءت أول العرب البائدة، عفوا هذه العرب البائدة أي أبيدت. ثم العرب العاربة جاءوا قبل سيدنا إسماعيل. إسماعيل هو ابن إبراهيم. إبراهيم ذهب كما قلت في رحلة من حران في شمال العراق إلى فلسطين، وتعرفون القصة عندما زار مصر وكان بلغة العصر هذه عالما مشهورا ومشهود له بالعلم والحكمة ومعروف في أقاصي الأرض القديمة على الأقل الشرق الأوسط. فذهب إلى مصر وأهداه ملكها جارية، وكان من الهكسوس، هي هاجر التي هي أصبحت أم العرب. الآن عندما كانت ساراي زوجة إبراهيم التي ذهبت معه من فلسطين وهي ابنة خاله بمعنى الأميرة ساراي، والسرايا جت معد منها السرايا، ما معنى السرايا؟ هي القصور الملكية والأميرية سارة. قالت له، هي التي أشارت إليه بأن يتزوج من هاجر، يعني تزوج من هاجر. وعندما حملت جنينها اللي هو إسماعيل حسب الرواية القرآنية، اليهود والتوراتية، الرواية التوراتية لا تقول بذلك، حملت منه. وهناك كثير من اللغط والأقاويل الأخرى حول مولد إسماعيل، يسمونه إشماعيل. شوفوا هنا سين والشاء، نحن نسميه إسماعيل وهم إشماعيل، سين والشين. طردت وقالت له أخرجها عني، فأمره الله بأن يقتفي أثر غمامة أي سحابة، وأن توقفت السحابة أن يتوقف ويضع ابنه وزوجته هاجر وأن يعود. وبالتالي إسماعيل سميح القاسم الشاعر الفلسطيني المشهور وفي شهرته هو يبلغ حتى محمود درويش، يشبه ذلك العرب على أنهم أبناء الغمامة، أبناء السحابة، وكل ريح تأخذهم بمعنى. فيقول يا أمنا الريح يا هاجر المتعبة في الرحلة، يا أمنا الريح، يعني كأن العرب أمهم الريح التي حملت الغمامة لتصل بهم إلى العرب. العرب العاربة جاء إسماعيل وهو أول من نطق بالعربية الآن، هي العرب المستعربة الذين عربوا. ونحن حتى في شمال أفريقيا الآن أصبحنا الجيل الآخر من العرب المستعربة، لأن أصلنا في لغة أخرى هي لغة أفريقية آسيوية، اللغة البربرية أو اللغات الأمازيغية عفوا. فهناك العرب البائدة، العرب العاربة، والعرب المستعربة. أول من نطق لا أعرف، ولكن يقال أنه إسماعيل. وهناك بعض من كانوا رسلا عربا هم أربعة رسل عرب. إذن هذه الإجابة على السؤال، ولكن لا أستطيع أقول من هو البادئ بمن تحدث أولا، لأنه هناك عرب بائدة قبل نوح.
هناك سؤال، هل يمكن أن نستعمل دائما وعاء الترجمة من أجل الأسئلة؟ نعم، خاصة لمن لديهم ميكروفون، نحن نيسر ولا نعسر. السؤال الآخر من جالكسي، وأتم أرجو من جالكسي أن يغير اسمه وتغير اسمها الحقيقي، هل يجب أن يكون المترجم مطلعا على ثقافة معينة لترجمة لغتها العامية؟ نعم، خاصة الآن، الآن الانطلاق إلى العاميات، وترجمة العاميات ضروري جدا. عندما تترجم ترجمة فورية يأتيك اللبناني ويتحدث بعاميته، المصري يتحدث بعاميته، وهناك عام حتى ويتحدث باللغة العربية الفصحى فإنه يستقي معانيه من عامياتها، مثل العامية السودانية وهي صعبة جدا، صعبة جدا. أضرب لكم مثال، يعني من العامية حتى اللكنة الأكسنت، ينبغي على المترجم أن يكون عارفا بها وحاذقا ومتملكا للاختلافات هذه اللكنية اللهجية، لا بد له. أو ليس بالضرورة في الترجمة الفورية، وإنما أيضا حتى في ترجمة المالتي ميديا أو الترجمة السمعية البصرية، عندما يأتيك شريط وتقوم بعنونته أي subtitling، فإنك تحتاج إلى الفهم، فهم الثقافة وفهم الـ كل ما له علاقة أو أبعاد ثقافية cultural connotations. You need to know that. عندما تقول مثلا السودانيون يتحدثون دائما عن في مثلا الثورة في ذلك المقاطعة في السودان الثائرة دائما نسيتها، والمنطقتين، المنطقتان يقصد بهما النيل الأزرق وكردوفان وجنوب كردوفان، يعني فمعروفة لديهم هذه، ودارفور بطبيعة الحال هذه المقاطعة التي قصدتها. فترجمت كثيرا للسودانيين وأصبحت أفهم the two areas، لا أقول two regions مثلا، لأن أصبحت مكرسة لديهم وهذه ثقافتهم الخاصة. أو الزول، الزول ده بمعنى the guy، you need to know that، الزلمي باللبناني مثلا أو السوري زلمي، حتى في اللغة اللهجة التونسية تعرف مثلا يا مدير يا معلم يا كذا، هذه فقط ألقاب نلقيها حتى لنادي المطعم أو نادي المقهى، يا معلم يا، فهذه ثقافة، فهذه ثقافة. ولا مثلا المصري يقول لك روح أبو زعبل، فهو سجن مثلا، وإلا في تونس مشى المنوبة، ماذا يقصد منوبة؟ معناتها مستشفى المجانين، هكذا، هي ثقافة محلية فينبغي أن يطلع عليها. نعم، سؤال آخر، هل يجب أن يكون مترجم؟ نعم، هذا أجبنا على هذا السؤال. هل نشأت اللغات تاريخ وعلم صحيح أم مجرد قراءات دينية وتصورات؟ لا، ما حدثتكم عنه هو جمع بين المصادر الدينية وبين المصادر التاريخية وبين المصادر الأنثروبولوجية والألسونية، جمعاء. مثلا اللغات والعائلات اللغوية لا تجدها في المصادر الدينية، لا تجدها، وعائلة اللغات الهند أوروبية لا تجدها، فهذا جمع وتأليف مني لهذه الحقائق، لم أقصي فيها المصدر الديني لأنه في رأيي جوهري وأصيل، وليست تصورات، لا، لأن هناك نقاط شبه كبيرة جدا بين اللغات وما أحيت اللغات، وهذه نقاط تشابه. مثلا عندما تذهب إلى اللغة اللاتينية، فقط لنعطي مثال على ذلك، كيف نعرف مثلا أن اللغة الإيطالية هي أخت اللغة أو شقيقة اللغة الفرنسية وشقيقة اللغة الإسبانية أو البرتغالية؟ سهل جدا، فقط التغمينيزون مثلا، السوفيكس سيون بالفرنسية، انفورماسيون، تقلبها على نحو منهجي أي systematically في اللغات الأخرى على نحو يعني على نحو واحد. ففي الإيطالية هي تسيوني، انفورماسيوني، في اللغة الإسبانية هي انفورماسيون، في اللغة البرتغالية هي انفورماساو، وهكذا. السيستماتيك بالإضافة إلى مثلا كلمات مثل كابريكورن، كابريكورن هذه الكا التي في بداية الكلمات دائما ما تقلب إلى شين في اللغة الإسبانية وتقلب
إلى أحيانا تبقى كا في اللغة الإيطالية وأحيانا إلى غا، وفي اللغة الإسبانية systematically it is غ. كابريكورن تصبح شافر في اللغة الإسبانية وغير ذلك. مثل كلمة كات في الفرنسية تصبح شا، في الإسبانية تصبح جاتو، وهكذا. إذن أمر is there a course outline for this? Yes, of course. There is a whole booklet I have prepared and I will share with you just to have clear vision. Yes, sure. How can we build that knowledge about the different dialects? بالاستماع. تحل حتى الراديو تستمع، خاصة الترجمان الفوري. وأعرف كثير من الترجمة عندما أنا يأتيني حتى في اللهجة الليبية القريبة، أنا أحب أن نسمع اللهجة الليبية، اللهجة السودانية، اللهجة العراقية، اللهجة السورية، المصرية. أغلب الناس ما عندهمش مشكلة، ولكن أحيانا فما خصوصيات. كما ضربت مثال في أحد المحاضرات السابقة، كنت أترجم لمخرجة مصرية وتتحدث عن عملية تحرش طالبة أو تلميذة، وتحرش بها أحد في محطة المترو، وبعد قالت وهي خارجة من الفصل يعني من المدرسة، فقالت اديت بالألم. يعني لم أفهم ذلك بالألم، ما معنى قلم أي خرجت قلم، ويديت بالألم أي صفحته. فهكذا فينبغي أن يكون، ولولا وجود المخرجة معي لا كانت لوجدت عسرا في ترجمتها في ذلك الوقت. هناك ترجمة أسئلة أخرى. هل المحاضرة صعبة؟ لا لا توجد؟ لا جميلة جدا. هناك سؤال آخر. أنا سوري وألتمس من سيادتكم شرح زلمي ومصادرها. لا أعرف بالضبط مصدرها، ولكن ما أعرفه أن في تونس نقول سوري على الفرنسي، وهذا فيه شرح، ويمكن أشرح ذلك ربما في محاضرة أخرى. علاش توانسة يسمون الفرنسي سوري وأنت سوري؟ ولكن زلمي زاي هذه أحيانا ذا وتنطق أحيانا زا، فتتطلب إلى بحث، وأنا ليس لدي معلومة حقيقة في زلمي. سؤال آخر. Are there any books you can recommend? Yes, there are books I can recommend. Yes. سأخذ سؤالين أو ثلاثة أسئلة أخرى إن وجدت، ثم ننتهي من هذه المسامرة أو المحاضرة. نور تفضلي. مسيو، لدي سؤال فيما يتعلق دائما باللغة العربية. بالنسبة للأمريكيين والفرنسيين والإيطاليين، هم يتحدثون لغتهم الأم في المدارس وفي الشارع وفي البيت بصفة منتظمة أي يوميا، وهذا مع ما مكنهم من التمكن من لغتهم من أسسها وقواعدها إلى آخره. لماذا نحن العرب من سكان الشرق الأوسط والقارة الإفريقية معناتها لدينا لهجات متنوعة منبثقة من اللغة العربية، وهذا ما جعلنا معناتها نفتقد اللغة العربية معناتها معانيها الأصلية ومصطلحاتها الأولى، وكل واحد معناتها عنده لهجات مختلفة هي صحيح متفرعة من اللغة العربية الأم، أما احنا كل ما نحكيوش اللغة العربية مش كما الجنسيات الأخرى. شكرا على السؤال. السؤال هو لماذا هذا التباين في اللهجات بين الأقطار العربية في لهجاتها على عكس اللغات الأخرى الإنجليزية؟ هذا ما يبدو لك. أنا أعطيك أمثلة، أطرح عليك سؤالا. في إسبانيا كم هناك من لهجة ومن لغة في إسبانيا التي تعرفينها؟ إسبانيا، نعم، إسبانيا لا أعرفها جدا باعتبارها لغة الحق. هل هناك لغة إسبانية؟ سؤالي الآخر. هل هناك لغة صينية؟ هل هناك لغة هندية؟ لا توجد. عندما يكون الوطن
مترامي الأطراف، تتعدد فيه اللهجات وتتعدد حتى فيه اللغات، بمعنى لا توجد لغة اسمها اللغة الإسبانية إطلاقا. ففي إسبانيا الآن هناك 4 لغات رسمية: اللغة الكتالونية، وعاصمة مقاطعة كتالونيا هي برشلونة، عندما تذهب إلى برشلونة لا تجد اللغة الإسبانية، تجدها لغة ثانية وليست اللغة الأم. وأضرب لكم مثال على ذلك، عندما ذهبت إلى برشلونة مرة مع في عمل، وكنا فريقين، فريق من تونس وذهبت ترجمة، وفريق من الولايات المتحدة الأمريكية، والفريق من الولايات المتحدة الأمريكية هو من قادم من نيو مكسيكو وهي قريبة من الحدود المكسيكية، وأغلب الناس هناك يتحدثون اللغة الإسبانية. فكنا نذهب إلى مطعم قريب من الفندق وهو الوحيد في ذلك المكان، فكنا نحتار لأن المنيو والوصفة كانت باللغة الكتالونية، وكنا ننتظر صديقنا الأمريكي الذي يحدق اللغة الإسبانية ليفسر لنا ويشرح لنا ماذا نأخذ. فقربت كلمة وجدتها في المنيو S-P-E-S-P-I بالانجلي A S-P-E-E-A Sepia sorry Sepia S-E-P-E-A. فقلت هذه ما تكون كان صوبيا، فأخذ صوبيا، فجاءت صوبيا، فأخذ الناس بعضي صوبيا بالمقارنة. يعني هذه المعرفة اللغوية أيضا التي، وكنا في الغداء أخذنا صوبيا وفي العشاء أخذنا صوبيا. كنا ننتظر اليوم التالي ليأتي في الغداء ليشرح لنا، فعندما جاءت بالمنيو قال، نظر في المنيو، أراد أن يخاطب النادلة في ذلك الوقت فلم تستطع أن تنطق الإسبانية، قال يا جماعة ماذا أخذتم في غداء يوم أمس وفي عشاء، أريد أن أتبع أثركم. فبالتالي ضحكنا منه كثيرا وقلنا له نحن نفهم اللغة الكتالونية، اللغة الكتالونية قريبة من الفرنسية، وعندما تثبت في الكلام قريبة. هناك الكتالونية، هناك الكستلانية اللي هي اللغة الإسبانية في مدريد، وهناك لغة الباسك ولغة أخرى نسيتها، يعني 4 لغات رسمية. في ما ثماش لغة اسمها اللغة الصينية، هناك اللغة الماندرين والكانتونيز، الكانتونيز في هونغ كونغ أساسا فمش موجود، وبالتالي تترعرع. أما سؤالك عن اللغة العربية، اللغة العربية هي لغة تاريخية، فبداية يعني نحن نفهم الآن حتى الشعر الجاهلي pre-Islamic poetry نفهمه، أي ما كتب قبل الإسلام نفهمه الآن. الإنجليزي مثلا عندما تعطي له نصا حتى في القرون الوسطى، أي في القرن 14 و13، لا يستطيع أن يفهمه إلا بالترجمة، يستعصي. وبالتالي هي لغة تاريخية، وانتشارها انتشار مرتبط بالقرآن، وبالتالي تفرعت وكل ثقافة أغنتها بمفرداتها بطريقة عيشها بفلاحتها، وبالتالي تباعدت مع بقاء الأصل الواحد وهي لغة تاريخية، هي واللغة الصينية. هذا هو السبب في الاختلاف. أما اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية أيضا هناك اختلافات كبيرة جدا، أحيانا في خاصة في المملكة المتحدة، تذهب إلى الشمال، عندما تذهب إلى الولايات المملكة المتحدة، ومن ذهب منكم إلى المملكة المتحدة يعني يندهش ويصيبه ما هذه الإنجليزية التي درستها مختلفة إطلاقا، وخاصة بعض اللهجات الصعبة جدا تستعصي لا تفهم ولا كلمة، خاصة في اسكتلندا. يعني عندي صديق قضى ودرس في المملكة المتحدة في بيرمنغهام، ثم درس في مانشستر وتحصل على أطروحة الدكتوراه وهو مصري، ذهب ليدرس في غلاسغو يدرس اللغة العربية، قال لي بالحرف الواحد قضيت 10 سنوات في بريطانيا، وعندما يأتي الطلبة ليسألوني بعد الدرس أفروا بجلدي كما يقال، لكي لأنني سأعيد كلمة بادن ماذا تقصد إلى آخره، لا أفهم ولا كلمة. هذا قضى 10 سنوات في بريطانيا. لغة اللهجة المانكونين التي تنطق في مانشستر وضواحيها وليدز صعبة جدا أيضا. قضيت فترة طويلة في، والأيام الأولى كانت أيام صعبة جدا
صعبة جدا، وخاصة لا أتحدث عن المثقفين أي educated إلى الشارع، لأنك تستخدم في الشارع يعني في نادل وفي قهوة، فصعبة جدا. وحتى يستعصي حتى على عليهم يعني على الإنجليزي من الجنوب والإنجليزي من الشمال، يعني ليس ضرورة يعني العربية. سؤال آخر، so interesting to learn more about languages. هل نعتمد في تعريفنا للغة أساسا بالنظرة التوقيفية أو نظرة؟ أنا نظرة اصطلاحية، النظرة الوصفية، ما وجد فهو القاعدة. نعم. طيب، إذا ما لم تكن هناك أسئلة أخرى، أريدكم تقييما لهذه المحاضرة في الفهم من 1 إلى 10 الآن. من 1 إلى 10 تكتبون في الدردشة، 1 إلى 10 درجة الفهم ودرجة وصول المعرفة. إذن 7 8 8 7 9 8 7. تجيبوا بصراحة وأمانة، لا 9 7 5 6 7 7 8 7 شكرا 9 10. Is it possible to post the videos of the session? I'm not sure. So thank you very much. إذن إلى اللقاء. نوم هانئ وأحلام لذيذة، وإلى لقاء قريب.